وإن إحنا بنطالب بتشريعات وقوانين تجرم مسألة الجرأة على نشر الشذوذ، والبعض يحاول أن يجمل الصورة ويسميه بالمثلية. هذا شذوذ، هذا انحراف عن الفطرة الإنسانية، هذا انتكاسة. فعل قوم لوط تم ذمه في القرآن الكريم وتم ذمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تم ما هو تم ذكره في القرآن يا فندم، يعني نفس الشيء ذكره يعني على سبيل الذم، ذكره في فرق، ذكره على سبيل التحذير وأنه فواحش ومنكرات ومن الأمور المهلكة والمدمرة. ما هو برضو في الفيلم يا فندم منى زكي، ما حضرتك ما شفتش الفيلم، منى زكي اتخانقت، انا بقول لحضرتك منى زكي اتخانقت مع جوزها وقالت له انا ما اقدرش اقبل ان انت تكون كده، او انا منهاره، انا مصدومه فيك، يعني ما كانش فيه تشجيع للمثليه يعني. لا بس في مشاهد اخرى بتقول يعني كانهم يعني ما عرفناش ليه، ما قلتولناش ليه، كان ده امر عادي ممكن يكون في بعض الشخصيات. ما هو لا مش عادي، بس هو الغريبه ان احنا عرفنا كده متاخر. لا هو مش عادي، بس هو في مثليين. مش معنى الوجود معناه القبول له. لا مش قبول، لا هو واحد من الاصدقاء اللي موجودين في الجلسه ديت قال لهم انه مثلي، فخلاص هيعملوا له ايه يعني؟ يعني ما مساله بقى احترامه وقبوله، هي دي المشكلة. استساغ ذلك في المجتمع هي دي المشكلة، إن المجتمع بعد كده يتعود على وجود هذه النماذج ومشاهدتها. يعني أنت حضرتك مثلا لو جالك حد صديق ليك وقال لك إنه مثلي هتقول له إيه؟ طبعا سأحذره من ذلك وأذكره بالله وأخوفه من الله عز وجل، وإن ذلك يوجب العذاب عليه، وإن هو أنا ممكن أتخذ إجراء القانوني إن أنا برضك أبلغ عنه. فما قصدي ان هو ان لم ينتهي بالموعظه الحسنه فانا ابلغ سلطات البلد بذلك، لان ده يخالف قوانين البلد وهناك ما يجرم ذلك.